بل ابن ملجم ووقف في الصف الأول خلف أمير المؤمنين. بدأ الإمام رفع يديه الله أكبر، كبر المصلون. اللعين أمهل الإمام حتى صلى الركعة الأولى، سجد السجدة الأولى الله أكبر، قام عليه هوى مرة ثانية إلى السجود، أراد القيام رفع يديه الله أكبر، رفع اللعين السيف وأهوى السيف على رأس علي. شقه إلى موضع سجوده، سقط الإمام في محرابه، نادى فزت ورب الكعبة، أي رحم الله من نادى وعليا. يلا أنا الآن راح أتكلم مثل ما زينب نادت، نظرت إلى أبيها تقل منين أجيب لك دواء، يا نجيم روحي الهوى، منين أجيب لك طبيب يداوي لك جروحك.